نظام الزحف يسمح للسائق بقيادة السيارة بسرعة منخفضة ثابتة دون الحاجة إلى ضغط دواسة الوقود، ويستخدم في الطرق الوعرة للغاية، حيث أنه يقلل من انزلاق السيارة ويقلل من قوة السحب للحد الأدنى لتصبح القيادة مستقرة بقدر الإمكان في الظروف الصعبة. لتشغيل النظام اضغط على زر التحكم بالزحف. أدر مفتاح التحكم بسرعة الزحف لاختيار السرعة المناسبة. عند تشغيل النظام سيومض مؤشر نظام التحكم بالزحف ومؤشر الانزلاق، وسيتم عرض حالة التشغيل والسرعة المختارة على شاشة العرض. السرعات التي يوفرها نظام التحكم بالزحف مصممة لتناسب أنواع مختلفة من التضاريس. نظام التحكم بالزحف يلغى تلقائياً عندما تكون السيارة على وضع لا تعشيق N أو وضع الانتظار P، أو عندما يكون نظام الدفع الرباعي على الوضع H4، أو عند فتح باب السائق. قد تسخن الفرامل في حال تشغيل نظام الزحف باستمرار لمدة طويلة. في هذه الحالة سيتوقف نظام الزحف ويتم إصدار صوت تحذير وإضاءة مؤشر TRC OFF. في هذه الحالة قم بصف السيارة في مكان آمن حتى تبرد الفرامل. بعدها بإمكانك قيادة السيارة مرة أخرى، لكن تجنب إعادة تشغيل نظام الزحف إلى أن يطفأ مؤشر Traction OFF.